معكم امين والزوجه ديالي سميتها كريمه. تعرضنا لواحد الاستغلال لمده عام مع واحد السيد في واحد القهوه. كنت انا خدام على سربين ب 1500 درهم شويه. الخدام اللي كان معايا ضرب 5 ايام وخرج، تعرض لواحد السرقه وهادي وما كملش معايا الخدمه، وردني انا بارمان وزادني 500 درهم وجبنا السربايه وبقات خدامه معايا مده شهر ونص. السربايه ما بقاش بغات تخدم، توقفات العمل ديالها. وقلت للمدام، قالت لي ودي انا غادي نجي نعاونك في الشقة في هذه الكوزينه، يتعرموا لك المويه، انا غادي نجي نغسلهم لك. يعني بغات تعاوني انا، ماشي انا بغات تخدم معايا. صافي، ومع كاين الماكينه تما ديال المواعن، كنجمع لها المواعن كتجي. انا فاش قلت لها الحاج قال لي شوف غادي ندير لها 800 درهم للشهر وتخدم. قلت لي صافي. قلت لها المدام ديالي ما كانتش باغا تخدم معايا هي في القهوه، قلت لها ودي راه السيده يوقف معانا وراه كيقول لي راه اصبروا معايا وهادي. قلت لها زعمي وخدمي معايا بلا ما نجيب شي واحد يبقى مديرونجي معاه تما في لاكاس وفي هادي. قالت لي صافي. جات وليت كنجمع لها المواعن في الصباح كتغسلهم والمواعن في العشيه كتغسلهم. شويه ولفات معايا القهوه، علمتها البريسا حيت انا كنت فاش مشات السربايه ومشى هذاك وليت كندير بارمان وكنسربي بجوج، كنصوب قهوه وكنسربي لعباد الله. المدام ديالي بقوت در واحد 3 شهور 4 شهور بديت كنعيا انا حتى من الجرده جارديني حيدته، حيت هو كيقول لي خصنا نخسروا من فلوس قهوه، هي ما نزيدش من جيبي. وانا كنت ودي باش قلت لي دوك فلوس ديال الجرده وداك الشيء جارديني زعما خليهم ليك نتايا وانا غادي الشرطان. ما كاين ديك الساعه الرصيطه ما دايره والو، قلت لي زعما ما كاين ما يدار، غادي نمشي للجرده نقيها هكذا. درنا ديك الساعه الكازو، والكازو خصو يتسقى في الصباح وعشيه. المهم جاب لي البوط، جاب لي هذاك باش كتنقص الكازو، جاب لي المهم المقاس باش نقطع دوك الشجيرات، وبقيت كندير هذا الشيء. كيطلع الشجر كنقادو الكازو كنسقيه صباح وعشيه. البوتيو راه شي خطرات انا كنكون في الجرده بالبوتيو ديالي وكيجي الكليان وكيقول لي صايب لي قهوه، وكندخل بالبوتيو ديالي حتى البريسا وكنصايب ليهم قهوه، وكنمشي كنحطها لهم وديرها بشهود الحي ديال تما كامل كلشي شاهد. المهم بقينا بحال هكا. جات 6 شهور الاولى قال لي انا نسد القهوه وكذا حتى شهر 6 ونعاودو نحلو قضيه ناشفه كذا. هو ديك 6 شهور على حساب باش انا ما يديرش الوراق، هذا انا 6 شهور عنده الحق يدير لي الوراق ديالي، فهمتني لا سينيسيس ديالي. المهم قلت لي لا اصبر، قلت لي راه ماشي مشكل، قلت لي داكشي اللي درت القهوه هاد الشهر غنقسمو انا وياك الصالير ديالي انا ولا هادي. قلت لي نخلص انا غير الكرا ديالي ديال الدار، قلت لي ما كيهمش، قلت لي انا غير شهر الكرا ما تسالوش هي مولات الدار، هذا هو المهم. قال لي صافي انت ولد عائله، ملي قلت لي هاد الهضره ولد الناس. قلت لي وانا مستقبلي معاك، واش انا لقيت هاد الفرصه راه عطيتها بسناني. لقيت انا الفرصه، هو كيقول لك انت جيرون، انت هو دوزيام باترون هنا، انت هو هادي، انت هو كذا. وانا خويا راه استغني، بقى عليا بديك الهضره راه تيشكي. وليت انا وثقت فيه واحد الثقه، هو عمياء وثقت فيه واحد الثقه وبزاف، كاع ما عمرني ثقت في شي واحد قد هذيك الثقه. ولكن الخدمه وكنشوف لافونير ديالي وكنشوف مستقبلي، وكنتسنى ديما يدير لي لاسينيسيس. نطلع كنقول ديما نشد شي بارطمان بالكريدي، راه خصو يدير لي لاسينيسيس. يعني ولا عندي واحد المستقبل وواحد الاحلام كنحلمهم، هو اللي خلاني نحلم هذا الشيء. المهم جلسنا، قلت له ودي صبر صافي. داز ديك 6 شهور بقينا خدامين عاوتاني، وديما هو كيقول لي نخدموا النص بالنص. كنقول له ودي لا خليني في الصالير ديالي. في رمضان فاش رجعنا قال لي ودي نخدموا بالنص بالنص. قلت له واخا ماشي مشكله، ديما كتقولها لي انا نخدم معاك النص بالنص. صافي خدمنا النص بالنص. جاتني 29 فريه في ديك المده من 13 حتى 29 قسمناها. قال لي مزيان هكا، قلت لي صافي مزيان، قلت لي ناخذوها مغامره، قلت لي انا عزيز عليا نغامر، وانت مادام ولد الناس وكذا ودير فيها الثقه انا نبقى خدام معاك. صافي جينا خدمنا من يعني غادي نتحاسبوا من 30 حتى نهار 10 نهار 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 8 نهار الخميس صونا عليا قال لي خرجي واحد الشيء كان بي 12000 درهم خصني نخلصو وكذا وهادي. قلت لي واخا، قال لي السبت غنجي، قلت لي واخا ماشي مشكله. الجمعه عيط عليا الو راه غادي نجي العشيه. قلت لي واخا. جا العشيه باش يدخلني جبد واحد الورقه، دخل بدا كيقول لي راه عيطوا عليا الناس، قالوا لي القهوه موسخه. بقيت كنشوف فيه القهوه عندك موسخه، لا السيرفيس عيان،
لا كذا، قلت له شوف، قلت له نعيطوا على الكليان كاملين وسولهم واش هادشي كاين. قلت له هو فلان، قلت له راه انت، قلت له هادشي هو اللي ما عجبنيش انايا، هادشي مازال ما عرفتش واش يدير معايا، واش ما يكملش معايا النص بالنص. هو هادشي كيديرو باش ما يكملش معايا بالنص بالنص، حيت في هاد الاواخر طلعت من 300 درهم الروسيطه 400 درهم، طلعت ل 1100 درهم. هو قال لي 600 درهم عندك فيها 100 درهم وانا 100 درهم، فاش 1000 درهم عندي فيها 300 درهم ديالي في النار. هو ما عجبوش الحال، قال لي لا، قال لي الكونطابل ديالي. فالمهم فاش بقى كي كلاشي فيا بدوك، هذه القهوه هذه كريمه راه ما كتسيقش، قلت له رد الكاميرا، رد الكاميرا وشوف واش كتسيق ولا ما كتسيقش. وهادشي يلاه وليتي كتقولوا هنا دابا، انا دابا انا دابا هنا فين بديت كنحس براسي صافي، بدا كيأيد لي بغي يخرجني من الخدمه صافي، سلام معايا يعني. طلعت الروسيطه ما عنده ما يدير بيا انا، غيمشي يكري قهوه يدير، انا استغني لمده 13 شهر بلا لاسينيسيس بلا والو، ما خارج زيرو درهم فهمتيني، ومازال كيتهمني بالسرقه. عيطات عليه الوالده كيقول لها يمشي رفع عليا دعوه. منين يرفع عليا دعوه؟ انا رفع عليا دعوه ديال السرقه، يعني خرجك من الخدمه ما استفدتي منه والو، ومازال هذه صيفطتني للحبس. والمراه بقات لها شهرين تولد، شهرين اللي بقات المراه تولد والعيد الكبير. انا ماشي مشكل، انا بيع الكرش، انا فاش كنشوف بنادم ما حنش كاع في ديك الكرش، على ود دوك الوراق وعلى ود دوك لاسين، على ود ديك لاسين وعلى ود ديك لاكيس اللي طلعات، يعني خصو يدير ليا. المهم جينا تحاسبنا، قال لي راه خاصك 3380 درهم. قلت لي علاش؟ قلت واش انا كنفطر بالكفته د العود ولا؟ قال لي راه الشيري كاين، قلت لهم تحاسبوا بالوراق البنات، حيت في الاواخر ما بقاش كيتحاسب معايا بدوك الوراق، حيت راه معروفه في القهوه كيحطيك ورقه الكليان، ورقه كتبقى عندي انا نتحاسب بها. دوك الوراق انا واخا هكاك ما كنديرش الثقه، كنجمعهم عندي انا، دوك الوراق جامعهم ديال الروسيطه، لان السيستيم كيتحكم منه بالتليفون هو الكاميرا، التليفون اي مضيف هو اللي بغى في السيستيم، هو يجبد الورقه ونتحاسبوا على ديك الورقه اللي في السيستيم. انا كنت اوديها الوراق راه كاينين، راه السيستيم غيكون غلط. قال لي لا السيستيم ما كيغلطش، الحمد لله كاين السيستيم. قلت له دير الله يديك راه يكون غلط، هذاك الشيء راه تكنولوجيا راه ما تعرف شنو فيها، انا ما بغيتش نقول لي راه انت كتزيد صافي. ديك الساعه تنير فيت انا صافي، مشى بحالته الله يعاون الله يعاون. السلام عليكم. مشى كريمه، قلت انا السيد بغى يجري علينا، هذا الشيء راه ما وافي 3850 درهم فينايا، 3880 درهم في 13 يوم، علاش العام كامل ما قالهاش؟ هو دار لي البياج بداك النص بالنص، هي باش كان بغي يشدني، حيت انا ما عندوش فين يشدني في القهوه، سيرفيس نقي وكان سيرفيس عيان، ما غاديش نجمع انا 120 واحد. كيجيو راه الدراري، راه الناس فاش خرجت انا من القهوه كيقولوا لي نسحبوها ديالك، كنسحبوا القهوه ديالك، حيت انا كنجري ونجري فيها من الصباح حتى الليل، وبشهود عباد الله، راه الكليان دابا خوات لي القهوه ما بقاش كيمشي لها. جاتو من نفس عليا، قالوا لي حنا شفنا كيفاش كنتي خدام والمرا حامله، ما يجريش عليك في هاد الظروف هادي. وانا كنطالب المغاربه يشوفوا لي حقي من هاد السيد، دخل لي شي منظمه شي جمعيه شي، انا المدير المديريه المفتشيه تاع الشغل يتدخلوا لي يشوفوا لي شي حل انا مع السيد. وهادشي باش كنطالب انا، هادشي اللي عندي انا، ما انا حتى النفسيه ديالي مريضه، النفسيه ديالي والله الا مريضه في هاد خمس ايام، والله ما كنعس. عرفتي شنو باش تكون عندك واحد الحلم واحد هادي محقق يتحقق ليا واحد النهار نضرب لك كلشي في الزيرو؟ راه هادي راه النهار الاول راه هرب ليها الريزو، راه بديت كنفيق فيها كنقولها العراء على ديك الكرش. صراحه السيد استغنى، يعني استغنى كيقول لنا يصبروا معنا، راه غادي زعما المستقبل ديالكم معايا وهادي. وحتى ديك السميه ديال الحاج انا كنقولها ليه من هذا المنبر، هذه السميه ديال الحاج ما جاتش معاك، والحجاج ما كيديروش بحال هكا باش تمشي حتى لمقام الله ودير لي انا بحال هكا، اللي انا بقات لي غير شهرين باش نولد وجريتي علينا. وفاش مشيت انا قلت لي واحد 13 يوم مشيت قلت لي بغيت حسابي وخلي لي عند الدراري، قال لي قال وفاش مشيت قال لي لا راه حسابك عطيتو لراجلك. قلت لي ما عطيتينا حتى شي حساب، حتى شي حساب، حنا خرجتينا بزيرو درهم ما عندنا حتى شي حاجه. قلت لي حسابي بيتو ملي مشينا عنده دغيا هز ديك الكرتونه اللي قال امين بلي فيها البنات اللي كيتحاسبوا بهم، هزهم امين هو اللي كان دارهم في الكرتونه، هزهم دارهم في الطوموبيل ومشى.
وعيط لي الدري تما اللي كاين تما، قال لي ودي السيده راه بغات حسابها، وقال لي لا قلت لها غدا، قلت لي لا، قلت لي انا خارجه بزيرو درهم، عطيني حسابي 435 درهم اللي عطاني داك ديك، خلانا ما عندنا حتى شي حاجه، وكيقول لك من الفوق حنا كيتسنى اولا الدالي امين. المهم انا هذا السيد الله ياخذ فيه الحق، انا ما نسمحش ليه لا في الدنيا لا في اخره. هاد البنت اللي في كرشي على رقبته، ما نكذبش عليك، حيت مردنا واستغنا وخلانا في هاد الظروف، انا ما نسمحش ليه، وبغيت القضاء ياخذ لينا حقنا من هاد السيد. هاد السيد كيقول لك انا عندي نفود، عنده فلوس، قال لك غادي يعني نعطي الفلوس، انا نعطي اي حاجه، وما يعني وما تديو مني حتى ما تديو مني حتى حاجه. هادشي اللي كاين. انا عندي الثقه في المغاربه، عندي الثقه في المغاربه يتضامنوا معنا في المحنه هذه، هو هادشي اللي كاين، ياخذوا لي حقي من هاد السيد.